إذن مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع معي من العاصمة بغداد أحمد الشريفي، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد أحمد، مرحبا بك. يعني مع قرب معركة الموصل، مع قرب الإعلان عن ساعة الصفر، يعني برأيك ما هي المقومات العسكرية الواجب على الحكومة العراقية القيام بها لتحسم المعركة سريعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه في استحضارات المعركة تم تأمين خطة تصنف بينها خطة رصينة، الخطة التي أخذت بنظر الاعتبار كل المعوقات التي ممكن أن تتعرض لها القطاعات أثناء عملية التحرير. مسألة سد أو سور الخلافة وآليات انتشار وتوزيع داعش لقطاعاته كخط صد، فضلا عن المناطق التي تصنف بأنها ضمن الساحل الأيمن أو الأيسر وكثافة البنى التحتية، وجود السكان المحليين اللي ممكن أن يتخذوا كدروع بشرية أو في بعض المراحل ربما كرهائن، هذه كلها أخذت بنظر الاعتبار في إعداد الخطة. وفي تقديرنا أن المهارات القتالية التي سيجري تأمينها عبر قوات الاقتحام والجهد الساند ممثلا بالجهد البري والجهد الجوي سيذل الكثير من العقبات التي افترضت أنها ستكون حاضرة في مسرح العملية. نعم، لكن سيد أحمد، يعني مدن أخرى، مدن عراقية أخرى مستعادة من تنظيم داعش، اتبع فيها تنظيم داعش تكتيك الانسحاب من المدينة عند دخول القوات إليها لتحريرها. هل تعتقد أن هذا التكتيك أيضا سيتم اتباعه من قبل التنظيم داخل المدينة هذه المرة في الموصل؟ بالحقيقة هذه تأتي ضمن إطار التسويات السياسية والاتفاقيات السياسية التي في كثير من الأحيان لا يعلن عنها. وفي تقديرنا نحن نقرأ المسرح العمليات بأبعاده العسكرية ونأخذ بالاحتمالات وسقوفها العالية كتحدي في مسرح العمليات. أما ما يجري من تسوية تتعلق بانسحاب او ما الى ذلك فهو نعم، لكن هذا ليس متعلق، نعم عفوا استاذ احمد، هذا ليس متعلق بتسويات سياسيه، وانما كما يقول العديد من الخبراء العسكريين انه تكتيك عسكري متبع من قبل تنظيم داعش في المدن العراقيه، وتم اتباعه من قبل تنظيم القاعده يعني سنوات عديده من قبل ايضا. لا، بالحقيقة مع في إدارة المعركة مع تنظيم داعش اتبع أسلوب العزل والتطويق، وهو أسلوب لم يكن معمولا به في فترة تنظيم القاعدة. كان مع تنظيم القاعدة الاشتباك مع مجاميع بشكل مباشر، ثم هذه المجاميع تنسحب عبر حواضن وملاذات. اليوم ما عاد التنظيم لا يمتلك حواضن ولا عاد يمتلك ملاذات، ودليل في ذلك ما يجري في الأنبار الآن. القدرات الوطنية في الأنبار، وأعني بها القدرات المحلية، هي تطارد التنظيم، تعزل وتطوق وتشاغل حتى في الملاذات، وما عاد يمتلك حواضن. في تقدير أنه مسرح العمليات مع داعش يختلف عن القاعدة، على اعتبار داعش تبع أسلوب الجيوش الجوالة، والجيوش الجوالة فلسفة المواجهة وفلسفة قتالها أيضا تختلف اختلاف كلي عن القاعدة حينما كانت تدير المعارك. ولكن ماذا عن فلسفته المتبعة هذا اليوم عندما حاول قصف السد، وأيضا وجه قنابر هاون باتجاه القيارة والتي من المحتمل أنها كانت تحمل يعني غاز الكلور السام؟ يعني ألا يعتبر هذا من التكتيك العسكري الذي من الممكن أن يحاول أن يشتت به داعش القوات المشتركة لتحرير الموصل؟ لا، بالحقيقة هو يعتمد على قدرة المشاغلة والتعرض، ولكن ما عاد يمتلك قدرة المواجهة والاشتباك وكسر خطوط الصد، لذلك هو يشاغل عن بعيد، وما عاد لديه القدرة على أن يدخل إلى المدن ويقتحم مدن وما إلى ذلك. هذه مشاغلة عن بعد، وهي بشكل أو بآخر تدلل على أنه لا زال هناك خللا في مسك الجو. لو كان الجو ممسوك بجهد استطلاع، سواء كان بصري أو استطلاع إلكتروني، وكان هناك كثافة جوية، لكان هناك بالإمكان استمكان هذه مصادر النيران وإسكاتها عبر الجو، وتجنيب مدننا أن تتعرض لهكذا عمليات. ولكن لا زال مسك الجو متعثرا من قبل التحالف الدولي،
وهناك تركيز فقط في المناطق أو البؤر الحيوية وبالتحديد في مسرح العمليات الموصل. نعم سيد أحمد، قد يخيف العديد من الجهات عملية ربما الحفاظ على الأرض بعد استعادتها من قبل تنظيم داعش، وقد شهدنا أن بعض المدن العراقية استطاع تنظيم داعش العودة لها بعد تحريرها. هل القوات العراقية قادرة على حماية المدينة بعد تحريرها؟ بالحقيقة يفترض أن لا يكون الرهان لا على المؤسسة العسكرية ولا على المؤسسة الأمنية، بقدر ما يكون الضامن لتحقيق الانتصار الناجز هو دور السكان المحليين ودور أهالي المنطقة في أن يتصدوا إلى مسك الأرض مسنودا بالمؤسسة العسكرية والأمنية. وهذه هي المفاعيل بالحقيقة التي أدت إلى نجاح العمليات في الأنبار، يعني لولا دور العشائر في الأنبار ما استطعنا أن نحقق أي إنجاز عسكري. وحتى في مرحلة التطهير ومرحلة إعادة البناء هي تعتمد على دور السكان المحليين. هذه المدينتين سواء كانت الأنبار أو الموصل ما سقطت عسكريا، سقطت سياسيا بسبب سوء الإدارة السياسية. استطاع هذا التنظيم أن يدخل إلى قلب المدن ويحصل على موطئ قدم. الآن هناك ممانعة من قبل السكان المحليين، وفي تقديرنا حتى ننصف الموصل، لأن هذه الموصل بها خيرة ضباطنا وخيرة مراتبنا. لا نقول أن الموصل سقطت عسكريا وإنما سقطت سياسيا. لذلك الضامن لمرحلة ما بعد التحرير هو تمكين أهالي المدينة وجعلهم أحرار في أن يختاروا النموذج السياسي الذي يحكمهم، وآنذاك ستتحقق حصانة أفضل بكثير من أن نضع جيوشا في هذه المدن. نعم. الحصانة هي بالجهد الوطني الموجود في هذه المدن. سيد أحمد، يعني نتحدث الآن عن المعارك وقرب انطلاق المعارك وما بعد التحرير، ولكن اليوم نحن أمام خطر نزوح الملايين من أو أكثر من مليوني شخص من الموصل نتيجة للعمليات العسكرية المرتقبة. هناك كان اقتراحات منها بقاء المدنيين في منازلهم مع إعطاء الوعود بعدم تعرض الطيران التابع للتحالف الدولي للتجمعات المدنيين. هل بالإمكان أن ينجح هذا من الناحية العسكرية، وهل بالإمكان تفادي الضرر بالمدنيين؟ بالحقيقة هذه فرضية كانت مطروحة، كيف نقاتل في ظل وجود سكان مدنيين ولا نضطر إلى إجراء عملية نزوح جماعي لأنها تزيد أو تفاقم من المعاناة أو المأساة التي يعاني منها أبنائنا في هذه المدن. كانت تجربة القيارة خير دليل على قدرة جهاز مكافحة الإرهاب أن يقاتل في ظل وجود سكان محليين وأن يحقق إنجاز لسببين. السبب الأول هو أنه السكان المحليين تعاونوا على مستوى تأمين مستلزمات إدارة معركة وجهد ساند قتالي وجهد استخباري. هذه المعادلة ستكون حاضرة بشكل أوسع في الموصل، لذلك لا نتوقع إلى الآن لا نتوقع أن يكون هناك نزوح. ستكون العملية سريعة ونظيفة، لا سيما أن هناك مفاجآت لا نستطيع البوح بها. كيف سيصار إلى تحقيق عملية خاطفة وسريعة في الموصل في ظل وجود تحديات وفي ظل وجود بنى تحتية كثيفة ووجود أعداد من المدنيين عدد كبير جدا؟ هذه بالحقيقة ضمن المفاجآت التي ستحصل في مسرح العمليات، ولكن نطمئن. الخبير العسكري والاستراتيجية سيد أحمد الشريفي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.